السلام عليكم خوتي، كيفكم؟ كلشي مزيان بخير. مرحبا بكم في الشانل ديالنا. اللي باقي ما كيعرفنيش، معكم محمد بوزيد من طنجة. انستغرام ديالي باش تابوناو عندي. نتمنى تكونوا على خير وبخير اليوم ان شاء الله عن طريق من الرباط. المهم غنوريكم لا كونسوماسيون باش نوصلو حتى للرباط. نتلاقاو تما الدراري، غنعملو دراك ريس مع سي ال اس 63 ديال صاحبي حمزه، ونوريكم الطونوبيل ديالو وبزاف ديال المعلومات. راه طم اجي راه طم تما في الفيديو. يا اخي محمد سلم على الناس ديال يوتيوب اصاحبي. السلام عليكم يوتيوب. دابا عاد دير الدمار. لا ما تخممش وسلم، تهلاو لنا في العشيوار وكذا، قول لهم لايك جيم جيبا. حومه اخوتي، حنا خرجنا بحالي كتشوفوا ليسانس. غنعمر هو لهنا، نعملوا الصمتة بسم الله. اليوم ان شاء الله لا ان شاء الله بحال اللي كتعرفوا. اي فوالا اول بلان للماتش. هذه اللي كتضرب فيا ما الا كتصمك سخانه وشعل كليما شغل. الله نوصل ايه. الله نرجع لطنجة غير ماشي مريض وصافي. عرفتي سخانه خوتي، على سلامتنا في الرباط. ها هي سي ال اس ديال حمزه. حمزه وفقو ما شاء الله موفخيخ. ما بغيتش نبين بلاكا تنسق سي حمزه ولا ان شاء الله تبارك الله. انا مع السي حمزه. اهلا بك ابا. اجي نزل انستغرام ولا بلاش ولا الشهرة ماشي مزيان. اللي بغيت يا كل شيء ديالي ياك. ما شاء الله. السي ال اس باش نديرو لا ليسانس دابا. ماشي كتاب. ان شاء الله. تستنى هذا الكامل يا بنت شويه. بصح خويا حمزه تشرحنا هاد لي فوطو اللي عندك هنا وكل شيء اللي عندك هنا. اوكي نديرو ان شاء الله. بسم الله. دابا اخوتي اش كتجي سبور ما شاء الله. وهاد لي بوطون هادو تقوى الطريق قوي. هذا كتبدل لي مود يعني كونفور سبور اي سبور بلوس. وكاين مود ريس اللي باش دير لاش كونترول. واش كونترول ديك الساعه نديرو؟ نديرو لاش كونترول اس 3 في سي اس 63. انا والله ما عارف شكون اللي يغلب. والله ما عارف. بحال بحال. اش بان لك انت؟ بحال بحال. ماشي بحال بحال. كنت تزيد عليه في الفيلم. هذا كيتبرك عليه باش ديكلونشي المود لاش كونترول. هادو ديال سبورت ديال موتيزو سبورت وي. ديال سسبنسيون وهذا فيها دو كليك، فيها الكليك الاول باش كديكلونشي كتك مواتي دو اس بي كيتحيد مواتي. ولا بقيت شي برك مزيان كيتحيد كله لو اس بي. هادو ديال السسبنسيون هي 3 مود، كاين الكونفور كاين سبور اي سبور بلس. لا نورمالمون غير حمزه ملي كتبغي دير شي، المهم كتبغي تجري كتسكي ديريكت هنا في ام جي باش ديريكت لي سبورت كلشي كيدار في بلاصه ماشي تبقى ما تبدلش واحده بوحده ديريكتمون كلشي سبورت. ولكن ما كنستعملهاش صراحه. وحنا عارفينك اخي حمزه كتمشي ديما بشويه ترونكيل ترونكيل توجور ترونكيل. كندير سبور بلس من لي من لو تخوك لا بور تورني وصافي وكتبقى لي سسبونسيون. ان شاء الله اخي حمزه دينا تخلعنا. تا بانوراميك شو لي ديتاي ديال الكراسه ان شاء الله. هذا سان ديزاين ولي سيج. وي هنا كاينين جوج بلايص في اللور ما كاينش ثلاثه. هذا ديال باركين ديال باركين هذا ديال باركين اللي كتبلاصي راسها. كتبلاصي راسها هي. وي
خديت سينيال مي كنت شنو العام ديال السيلز هادي 2017 كنت كتبلا شي راسه بالراسه انا 2019 غير تعرف كتبلا شي طوموبيل بالراسه ولكن ديبي لونغ تو كندير فيهم من 2000 من خرجت الاولى الفاز اون ان شاء الله ما كيخرج في الطابليغو الزيت و لي مود كاملين اللي فيها حتى انا كاين هنايا ودابا كاين الكار بلاي من كيبان شي مرات خاصك تخرج منو ما كيعجبنيش ديك السيستم ديالها الكار بلاي سي ديالو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله راضي تبع الكونتور ديال لي ريفولوسيون كيطلع تبارك الله كيتعملو دفيت خويا سير اس 2017 شهر 2 مودا موخيك فيفري 580 ولا 85 585 للخايل اكثر من ديالي دابا 585 للخايل موتور 0.3 ولا 5.3 0.5 هذاك باش نعرفك جديده راه كاين الناس اللي عندهم اللي كيشوفوا 63 كيسحب لهم موتور 0.3 ولكن عمره ما كان ديما 5.3 ولا 5.5 هو لي ماكسيموم سي فري او نو سي فري وي دابا شحال البيسونس ديالها غير منايا كتلقى اس ام جي الوغ كو نورمال كاين في اش لا اس فغير ام جي مكتوبه في الكومبيني هنا في الكونتور ديالها هذا المشكله ديالي فيها 530 ديالو ثقيله وديالي ديالو ثقيله زعما الشاسي ديالو ثقيل وديالي خفيف ما تعرفش شكون اللي سالو ملي فيها الشاسي ديال كلاس بي 212 ولا فيها الشاسي ديال 212 سي حمزه عارف معلومه زايده هذه سي حمزه اي يلا مالها سي حمزه قبل ما يشري الحاجه تاكي راسي كيقرا عليا صباح والليل خوتي نديرو لوش كونترول ان شاء الله بسم الله شوف برك كرونو لي كرونومتر وشوفوا شحال تعمل مزيان لو فخا كاش بك هاد اب الباليت وكدير هكا صور اخوتي ادرينالين ادرينالين وا كنتو ديك الطرطيقه سمعتو ديك الطرطيقه ولا حمزة ما شاء الله ام فري ام جي ما شاء الله احنا اخوتي خرجنا تعشينا معنا السينوفال يا اخوتي لزاز الرباطيين معنا وات هابن ماي فريند وات هابن حبتين والحب بعدين سلامتكم
اكسيليراسيون صغيره هنا اخوتي في مول ديال الرباط هذا هو المول ديالو خويا حمزه حمزه واش دبرتي المرا يا صافي ها هي السيده كاينش كلمه دابا دابا كنت هي المدام ديالي عرفنا عليها علاش لا وي انا كل جاني بحال الكراني مرضيه سيد تفضل اخويا ما شاء الله بحال اللي كتعرفوا الخوت بورش فين كديماري ما شاء الله بورش باناميرا مازوت ما شاء الله هذا كربون اوريجينال تبارك الله ما شاء الله كامله كامله ما شاء الله حديد واعر كاين في الرباط اخوتي اي والله ما شاء الله اخوتي اقسم بالله ما فهمت شي حاجه اكسيليراسيون واو تبارك الله خليك تبغي تاكل طريف ما شاء الله ناس شوف 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 اه وي وي خوتي اول مره نوصل 40% بحال اللي شفتو 40% لا كونسوماسيون وماشي يلاه ديماريت غادي نوريكم شو راه 50 كيلومتر ضربنا بعد كونسوماسيون هاد 40 فاصلة 7 تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها احنا اخوتي تشاركنا تشاركنا في حد العرس ما شاء الله اخوتي اول مره في حياتي توصل لي 40 كاين بزاف ديال لي بار ديال الفيديو اللي ما قدرتش نزلهم حتى لا نزلتهم واخا تبارك الله دابا كنعمرو ليسانس صافي دابا ديال ثلاث حاولنا نعملوا لوت كونترول ما صدقتش غادي ان شاء الله نعاودوها ان شاء الله المهم نتمناكم كملوا الفيديو ضروري المهم خليكم معايا المهم اخوتي ضحكنا نشطنا مع الدراري ديال الرباط عاوتاني اخي حمزه من مازوت ليسانس داري السلام عليكم سلام عليكم سينوفال خوتي راه عملنا لوت كونترول ولكن فاي دائما ما كيخرج هو داغيان ولا انا بحال اللي قلت لكم غدا في الصباح ولا حتى العشيه اصلا حمزه يعود معايا طنجه ان شاء الله ديك الساعه ان شاء الله نعاودوا نعدلوا هذا لوت كونترول ولكن شفنا في الاكسيليراسيون اللي كنكونوا ماشيين بطريق جبده طريق طويله راه السي ال اس راه كتفوتني حتى الموتور لا كتفوت نو السي ال اس راه الصراحه كتفوت نورمال 5.5 يترو 580 دي شوفو سي نورمال و ترى واش كونترول اللي ردي تبالت واقيلا هي كتفوتني الصراحه عبد الله شحال تعمل اخوتي واش هادي ما تفوتكش ما يمكنش ما شاء الله ان شاء الله اخوتي علي كاين في الرباط ياك تخليني ياك هرب من دابا ياك صافي مشي لا يسامع صافي لا يسامع مشي صباح الخير صباح النور يا برادر صباح الخير اخوتي احنا فطرنا اخو الدراري باقي شي ساعة ونص جوج ساعات نعاودو طنجة ان شاء الله شي حمزة يتبعنا ياك اخي حمزة ولا واش عجبان لك
واش ولا هي كتكون سير طيا صفر عندك الفيديو ما يصلحش للاخر جات ويغان برادر واش انا وفاد واش ماشي هو دين طنجه ولا ما هوديش لا اليوم ان شاء الله غادي نمشيو ولكن احمد ولكن ما فوتوش 200 ما فوتوش 200 لا لا بصح 200 شوف ما فوتوش 200 شبروي 280 واخا شفت حالي شفتو كملنا ديك النهار ديك الشيء واعر داز الحمد لله دابا جبتو انا نمشيو لطنجه ان شاء الله هيا السي اس هذا معنا السيدي حاجه الدراري وهي مع ايرستور ان شاء الله كيوصلنا على خير ملي نوصلوا تماك ان شاء الله نعاودوا ديك دراك ريس ولكن انا عاد واعر اصلا ديجا عملتنا ولكن ما جاوش ديك الفيديو سوالي نعاودوا ان شاء الله يجيو مزيونين شكرا بزاف وتابعوا الفيديو حتى الاخر انا غوتي عند بلال بين ديزاين طنجه كان ماشي تواشياس ار 3 ومعنا السي حمزه مع السي بلال كنشوفوا لي كولور جديد اللي غنعملوا السي ال اس ان شاء الله ديك الساعه ديك فلوج جديد وديجا نعمل لكم اصلا ان شاء الله نعمل لكم حتى فلوج ديال الاس اس باش نوريكم كل شيء اللي فيها ان شاء الله ونمشيو دابا نعمل واحد فوتوشوب في المطعم زيون ومن تما كنعاودوا عاد ديك دراك ريس اللي ما بغاش يخرجنا وان شاء الله داك الشيء يخرج واعر ان شاء الله ما خوتي هذه هي اللي بدلنا في الاول هذا زون الفيمي ان شاء الله هنا خوتي داخلين المنطقه ديالنا بحال اللي كتشوفوا ها هي البلاصه ديال اللي عملنا في الفون ديال اليوتيوب التصاور هنا ما شاء الله واعرين غنبوستيو في انستغرام ديالي اللي بغا يشوف هاد التصاور هادو ممكن شي 10 ولا 15 مره حنا كندير لوج كونترول وهادو هما اللي جاوا مزيونين الحمد لله بحال اللي شفتوا ار 3 كتقلع عليها احسن من سيل اس 63 عدد السيل اس 63 الاس ماشي حتى العاديه تبارك الله على حساب عاد فورماتي ماشي حتى هذه كتجبد من اللور على كانت جات من اللور ما فيهاش النقاش راه ديال التصباق واخا هذيك راه مقادين ولكن ملي كنفوتوا اللي كنفوتوا ديك 130 ديالو كدوز من قدام نورمال 580 ديال الخايف بحال اللي قلت لكم راه مصيبه تبارك الله هادشي ما كان اخوتي حنا بدنا كملنا الفيديو نتمنى يكون عجبكم وان شاء الله باقي نرجع ان شاء الله قريب ونتمنى كلشي بارطاجي مع الدراري ديالو كلشي جيم وشكرا بزاف والسلام عليكم.